رامو، مايكل انرامو. والراجل الحكم الجزائري هنا لما كان جزائري ولا مغربي في ماتش ايه اللي كسبونا فيه 3-1 اعتقد في ملعبنا، كسبناهم 1-1 هنا وكسبونا هم هناك 3-0. فيعني كذا بطوله بفعل فاعل بتروح منك. عرجون اعتقد حاجه كده مغربي. كان هنا كان الماتش اتطرد اظن عماد النحاس لا ده العرجون ده حكايته كتير قوي معانا. فهو ومصطفى غربال، مصطفى غربال انت فاكر في كاس عالم انديه عمل معانا ايه؟ طرد خالد واحنا كنا كسبانين اتنين، كنا راكبين الجيم كله، كسبانين وراكبين الجيم وخلاص يعني ولينا ضرب جزاء وخلاص وشريف بينفرد وبعدين عمل ايه؟ طرد خالد، ما اكتفاش بطرد وضرب جزاء. فيعني وشفنا عمل ايه معانا في الماتش. طب سيبك لما بتيجي من الغريب ممكن تبقى مفهومه شويه، لكن لما تيجي من اللي منك برضه بتبقى صعبه شويه كابتن عادل. صعبه جدا. صعبه جدا لانك انت يعني بالنسبه للناس بره يعني بيبقى ليهم دوافع انه فيها بقى السياسه وفيها مصر. أيوة. ونادي الاهلي هيفضل بقى بياخد كل البطولات، ما احنا عايزين حد تاني. يعني احنا شفنا ماتش الوداد اللي احنا خسرناه بفعل فاعل، مجلس اداره ما كانش عارف يخش الملعب، وشفنا الصواريخ اللي اتضربت، وشفنا الجوميز الحكم اللي خد المكافاه بعد ما الماتش خلص وتعين رئيس لجنه حكام. الراجل ده شفنا عمل ايه في الماتش. حتى تلوم عليهم اكتر ولا تلوم على اللي خبى جواب الاتحاد الافريقي؟ اللي خبى وما اتحسبش. واللجنه اللي شكلها سياده الوزير وادانه الاتحاد، وطلع رئيس الاتحاد قال انا هنعمل وهنسوي، ما عملش حاجه. وكالعاده في كذا قضيه، منهم مجلس اداره النادي الاهلي بعت من اسبوع او 10 ايام خطابات بالاستفسار عن كذا حاجه. مزبوط. منهم الجواب صحيح، منهم موضوع الشيبي، منهم موضوع العقوبات بتاعه اللعيبه اللي عملت حاجات ولم تتعاقب. ده النادي الاهلي قبل العقوبه ما قبل الحاجه ما بتتعمل بيتعاقب. يعني 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 حسين الشحات هو برضه بالليل كان ما تزعلش مني يا كابتن عادل. يعني هو انت برضه الناس لما تبقى شايفه، يعني انا مش بكلمك على المستوى المحلي، بكلمك على مستوى قاره فيها دول عظمى في كره القدم وفيها انديه كبيره وفيها امكانيات اكبر وفيها كل حاجه. ويعني ايه فريق يوصل 7 نهائي في 8 نسخ؟ يعني ايه فريق في اخر 5 سنين ياخد بطوله افريقيا 4 مرات؟ ده شيء غريب برضو. هقول لك يا احمد على لقطه يا ريت المخرج بتاعنا يجيبها. بعد الماتش بتاع الوداد هناك والكابتن الخطيب طالع علشان يعني عمليه التتويج للفريق الوداد. ايوه شفنا ده مش النسخه اللي فاتت، لا النسخه اللي اتاخدت من الاهلي. ما انا بقول لك اللغه اللي احنا اتاخدت مننا. ايه اللي حصل؟ مع انفانتينو وموتسيبي وهو كابتن خطيب بيقول لك الاثنين كانوا عاملين ايه؟ لما قالوا ده مش فير. تحس ان واحد سرق حاجه او واحد مكسوف. مش مكسوف. ده يعني مش عايزين نقول يعني احنا في قناه الاهلي، يعني واحد منهار سلوكيا ان انا شايف حاجه غلط اتعملت وظلم حصل، ومش الراجل اللي طالع ما بيشتكيش بيقول له ده مش عدل، وهو عارف ان ده مش عدل. المنظر ده يسوى ايه في التاريخ؟ والمنظر ده على فكره هيفضل موجود لحد يوم القيامه. ان انت ليه بتظلم النادي الاهلي بالشكل ده وتعمل ماتش واحد وقرارات غريبه وتحكيم وبعدين اللعيبه ما نامتش ليلتين من الشغل اللي كان معمول. لكن والله الحمد علاقتنا بالمغرب وعلاقتنا بالنادي الوداد، وشفنا احنا البطوله اللي بعديها خدنا البطوله من المغرب، وشفنا قد ايه رجالتنا ولاعيبتنا في وسط الحشد الرهيب ده بناخد البطوله من عرين الاسد وبتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ثم جهد من مجلس اداره وجهد من الجهاز وجهد من اللعيبه. 151 بطولة على مستوى القارات، ده ايه ده؟ النادي ده اللي الناس مش بتحاربه هنا او هنا، انتوا هتروحوا فين؟ انت عشان 100 سنة علشان توصل لنص البطولات دي. والله انا من اول يوم جيت هنا وحسيت، يعني طبعا الواحد طول عمره مع الجمهور، لكن لما بقى الاهلي جزء من كمان او بقى ليه دور في منظومة النادي الاهلي، لما الواحد اكتشف ودخل في الكواليس وعرف كم الحروب وكم الحاجات غير المشروعة اللي بتستخدم لتعطيل النادي الأهلي أو لتشويه نجاحات النادي الأهلي، كنت دايما بقول الكلمة دي يا كابتن عادل، لو كل القائمين على الشغل ده
بذلوا نفس المجهود ده او نص المجهود ده في ان هم يطوروا من نفسهم، كان حالهم اختلف تماما. يعني كانت المنافسه، كانت الانجازات، كانت البطولات اختلفت بالنسبه لهم. لكن للاسف الشديد جدا فكره انك انت تحاول دايما طول الوقت تعطل الناجح او تقلل من انجازاته او بياخد من وقتك وبياخد من مجهودك، وفي النهايه بتجد ان مفيش حاجه بتتغير. الاهلي هو الاهلي، الاهلي هو صاحب الانجازات، والاهلي صاحب البطولات، والاهلي هو صاحب المسيره المشرفه جدا للكره المصريه والرياضه المصريه في اخر 20 او 25 سنه. بترجع للنشأة، نشأة النادي الأهلي نشأة نادي بطولات ونادي وطنية. الوطنية دي يعني إيه؟ يعني صميم الاحترام، صميم المحافظة بالنواجذ على المبادئ. المبادئ لا تجزأ، فأنت بتحافظ على الكلام ده، وبالتالي على مدى 100 سنة وشوية دول انت بتحافظ، ومجلس اداره بيسلم مجلس اداره بنفس المبادئ بنفس القيم، عصايه كده زي بتوع العاب القوه. أيوه. التتابع، كل واحد بيمد العصايه للي جنبه، والمجلس الاداره ده بيخش مع ده مع ده مع ده، عشان النشأة بتاعتك انت بتتفرغ لانك انت تخدم بلدك وتخدم جمهورك وتخدم ناديك، ما بتدورش على حد. بالعكس، انت احيانا لما بتطلب مثلا زي ما حضرتك ساعات بتطلب مثلا العدل في التحكيم، هل بالعدل ده للنادي الاهلي ولا للمنظومه كلها؟ المنظومه كلها. الدوري يبدا في ميعاد وينتهي في ميعاد، هل ده للنادي الاهلي؟ هل ده فكل يعني على مدى ما احنا شفنا وعشنا الحقيقه، كان هناك حاجات لدرجه ان احيانا في نادي علشان يضيع منك بطوله يفوت ماتش لعيب عشان يعمل كذا. وبعدين كان في بعض المنظومه الاعلاميه، انا عارف حاجه بتتكلم على مين. لا لا، ده مش بتتكلم على مين ومين واحد. ومين لا ده مش نادي واحد، الجمهور عنده سنس بيلقط الحاجات دي لا. بشكل كبير. اي طفل عنده 7 سنين يخش على جوجل بيطلع بالصوره والصوت. ايوه، بالصوره والصوت بيطلع لك الماتش ده حصل فيه ايه، والنتيجه في الراديو كان الاهلي